استقبلت بورصة الكويت اليوم تدفقات نقدية بلغت قيمتها الإجمالية 188 مليون دينار، وذلك في إطار المراجعة الدورية لمؤشري MSCI للأسواق الناشئة. وفي ظل هذه المراجعة السنوية سيزيد عدد الشركات المدرجة على مؤشر MSCI الرئيسي للأسواق الناشئة إلى 7 كيانات كويتية لتشمل من بينها سهم بنك الخليج. المزيد من التفاصيل نتابعها في تقرير الزميل علي حامد. على وقع المراجعة المرتقبة للشركات المدرجة على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة وزيادتها إلى 7 كيانات كويتية من بينها سهم بنك الخليج، حيث بلغت تداولات البورصة 566 مليون سهم بقيمة تجاوزت 188 مليون دينار بصفقات بلغت 21423 صفقة. بلغت التداولات على سهم بنك الخليج أكثر من 185 مليون سهم بقيمة تجاوزت 58 مليون دينار. وأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام بواقع 14 نقطة، ليبلغ بذلك مستوى 7823 نقطة، فيما حقق مؤشر السوق الأول صعودا بواقع 23 نقطة. كذلك زاد مؤشر السوق الرئيسي 50 بمقدار 21 نقطة، بينما خالف مؤشر السوق الرئيسي اتجاه البورصة السعودي بتراجع قدره 8 نقاط. تصدر سهم شركة عمار وكابلات ومشاريع قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا، فيما تصدر سهم بنك الخليج وبيتك والوطني الشركات الأكثر قيمة، فيما جاءت شركات بيت الطاقة ومعادن وأهلية للتأمين الشركات الأكثر انخفاضاً.